بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم رئيس جماعة سيادة الخياط من لحية تعز. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، السيد الباشا المحترم، السيد الرئيس، احنا جزء من هذا العمل. احنا جماعة صغيرة، وحتى هذا الشيء اللي كنكونوا كنتجوا غادي يكون ضعيف جدا. انا بصراحه كنوهم المستشارين والمستشارات على هذه الغيره، وانا نكون في بلاصتهم راه غنكون غنرفض. ولكن ما يسرع على جماعه السلطه ماشي هو ما يسرع على انا مع كامل الاحترامات. اخلي احنا ماشي اخلي، احنا جماعه وجزء من هذا العمل. الى ما تحضرش اتفاقية ديالنا بالقبول، أنا بكل صدق أنا كنرجو المستشارات والمستشارين باش اتفاقية ديالنا تحظى بالقبول. حنا راه دوزنا هذا المجلس وصادق عليها المجلس، وما عندناش خيار، ما عندناش فين نمشيو. إلا ما قبلتوناش كيبقى لنا الخيار باش نشوفو شي ما عرف شي عمل أخرى، سيدي قاسم ولا يعقوب. إلى قبلتوها وشكرا سي براسي.